محتاجاك وعيني قلبي وفكرنا. يا صباح الخير. يا صباح الفل. عامل ايه؟ الحمد لله. شكلك كده عايزه تقولي حاجه. هتعمل ايه في موضوع نعيمة؟ زينب، موضوع نعيمة مش في يدي. لا يا مروان، موضوع نعيمة في ايدك. انت ممكن تكلم حسن وتقوله نسلمها للبوليس والقانون ياخد مجراه. انا كلمته. طب تعالى نقعد نحكي. تعالي يا زينب. كلمته باي طريقه؟ كلمته زي ما بتكلمني كده وقلت له خلاص يا حسن اهدى وننسى اللي فات وسلم الست للبوليس والقانون ياخد مجراه؟ ما اقدرش اقولك ده. اللي مات ولده واللي قتله في يده اقول انا ايه يعني؟ يا حبيبي. ايوه خلينا في حبيبي ده، انا بحب اسمعها على طول. انت عارف ان انت حته من قلبي مش كده؟ وانت عقلي وقلبي وحته مني. يبقى هتسمع كلامي. على عيني والله يا زينب، بس في حاجات كتيره قوي انا ما اقدرش اعمل فيها حاجه. يبقى انت كده مش بتحب حسن. مين قالك ده؟ ايوه يا مروان، انت لو بتحبه هتنصحه وتقول له ما ينفعش يعمل اي حاجه في نعيمه، يا اما هيبقى قاتل زيه زيها. مروان انت لازم تهديه وتنصحه، قول له خلاص سلمها للبوليس والقانون ياخد مجراه ونخلص. حاضر. في حاجه تاني؟ ايوه، عاوزك تدخل تطمن على مامتك، شكلها تعبانه ومش عاجباني. تعبانه كيف يعني؟ من امبارح ما نزلتش واكلتها ضعيفه جدا وصحتها مش عاجباني. انا عاوزك تاخد بالك منها شويه. معلش. حاضر. عاوزه حاجه تاني؟ ايوه عاوزه. ايه طلباتك كتر قوي يا ام نوح. ايه ام نوح دي؟ على فكره انا اسمي زينب. ايه ام نوح دي قفشه؟ لا بس بحس انه كده بتكبرني كاني عجوزه 100 سنه. ربنا يديك طول العمر وتعيشي 100 سنه. عشان ابقى عجوزه كركوبه كده ومتسنده على عكاز؟ مين قالك ده؟ ده انت هتبقي زي القمر. اه والله. هي يبقى هتسمع كلام. حاضر يا زينب. ربنا يخليك يا حبيبي. ويخليكي. اشوفك بخير. انت بخير. اهلا اهلا. عملت ايه؟ لفيت ورا البلد كلها ما اغفلش عن عيني ثانيه. ايوه عرفت مكانها يعني ولا معرفتش؟ معرفتش. بس ايه؟ هو انا هسيبه؟ انا هفضل وراه لحد ما اجيب قراره. ايه واقفه بتفكري يعني؟ عايزين اي حاجه كده تزيت الركب وانت مسحي زور؟ لما تجيب لي الخبر الاول ابقى اديك اللي انت عايزه. لا ما ينفعش. لا لا ده الموضوع محتاج مجهود. ده انا ماشي وراه زي الددبان، محتاج برضه اكل لي اكله حلوه. ايه اشرب لي كوبايه عصير، حجرين شيشه مع كوبايه شاي. الموضوع مكلف يعني مش زي ما انت متخيله. خلص الموضوع. لما تجيب لي اللي انا عايزاه هبقى اديك اللي انت عايزه، غير كده مالكش حاجه عندي. خلاص انا ليا طلب تاني. اللي هو تحنيني قلب فوزيه عليا. بصراحه انا غلطت، وإذا كان على البت اللي اسمها سامية دي أنا هطلقها. بت زنانة وناقصة معفنة، وأنا هرجع ختم في صباحها، واللي تقولي عليه أنا هعمله. اللي أقول عليه هتعمله؟ آه. انسى فوزية محروس. لا أنسى مين؟ دي حتة السكر اللي في حياتي. أنتوا ليه يا جماعة مش مصدقيني ومش حاسين بيا؟ هو أنتوا فاكرين أنا ما عنديش قلب؟ والله العظيم أنا بحبها، والله بحبها. وبعدين الغلط وارد يا ريتال. وبعدين أنتِ عارفة كويس قوي إن أنا قلب أبيض. اه انا عارفه ان انت قلبك ابيض. سلام. ده انت وجبريه فوله واتقسمت نصين. لا جبريه ده جبريه يمكن يكون عندها شويه، انما انت اعوذ بالله اسفخس.
مفيدة. في ايه بنت مالك؟ مالكيش صالح بيا. هو ايه اللي ماليش صالح بيكي؟ في ايه مالك؟ ماليش، تعبانة. ايه؟ حتى دي كمان ماليش حق فيها. تعبانة مالك يعني؟ عندك ايه؟ عندي اللي عندي، مالكيش صالح بيا. طب تعالي عايزاكي. أنا مش عاوزة أتكلم مع حد، سيبيني في حالي. مش هسيبك في حالك يا مفيدة، تعالي قولي لي فيكي ايه؟ اقعدي. مالك يا مفيدة؟ في ايه؟ حسن مش في البيت وبيقدر يشوف يا عبد الحكيم في اي وقت. يا بنت مالك فيكي ايه؟ ما تقولي. انا حامل. ايه؟ حامل؟ حامل من مين؟ الله يحرقك. ام فتحي في الشهر الثاني. انا ما كنتش عارف. انا حسيت اني تعبانه، رحت المستشفى. ما خطرش في بالي ابدا ان اكون حامل منه ابدا. انا مش عايزاه يرتال. انا قلت للدكتور ينزل ومرضيش. قولي لي اعمل ايه؟ تعملي ايه في ايه؟ والله ما انا عارفه. هي الدنيا مالها فيها ايه؟ كل ما تتحلى ترجع تتعقد تاني وتجيب عليها وطيها. طب قولي لفتحي. لا اوعي تعملك ده. انا مش عايزه فتحي يعرف حاجه. انا مش عايزه العيل ده. انا مش هينفع ادخل بيت عبد الحكيم، ولا هينفع ارجع تاني لفتحي. هتعملي ايه يعني؟ هتنزلي؟ اوعي تعملي كده يا مفيدة. فتحي لو عرف هتبقى مصيبة، وممكن يوديكي في 60 داهية. كلمي فتحي، أنا متأكدة إن هو هيلاقي حل. وأنا يا ستي من ناحيتي مش هجيب سيرة لأي مخلوق. قولي لي بس، أنت دلوقتي قاعدة فين؟ قاعدة في الشارع. ولا قد رزقي، ربنا ما بينساش حد. امسكي دولي. انت في الاخر اللي بتتصدقي علي؟ مش مني يا مفيدة، من عبد الحكيم ابنك. عامل ايه؟ امسكي الاول. زين جوي 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 يا مفيدة، بس عيل تفس كده وفراك. اقولك على حاجة، ده ما بيحللوش العياط الا وانا نايمة في سبع نوم. كل شوية بقى بعض اشتمه بيكي. خدي بالك منه. ما تقلقيش عليه، في عيني والله. مخنوقة، قلت اجي اقعد معاكي شوي. تنوري يا عمتي. يا سلام على كوباية شاي من ايديكي حلوة كده. طب ما تاكلي الأول، أنا عاملة الشلولو اللي بتحبيه. لا ما عاوزاش آكل. أمال فتحي فين؟ طلع مع مروان. قولي لي عامل معاكي إيه؟ تعادل ولا لسه عاوج؟ زي المثل ما بيقول، ما يتحنجلش على الطبلية غير الصحن العوج. لا معدول.